كوكب الأرض عليه حوالي 8 مليار نسمة، والعالم كله بيصيح من الكثافة السكانية المرتفعة واللي مش لاقيين أماكن للناس، والدنيا بايظة على الآخر. إيه رأيك بقى لو الأرض أصبح حجمه الضعف مرة واحدة؟ إيه اللي هيحصل؟ أول كارثة هتحصل لما الأرض يبقى حجمها الضعف مرة واحدة، فكده الجاذبية هتكون حجمها الضعف مرة واحدة، فكده هيكون وزنك الضعف مرة واحدة. فمثلا انت دلوقتي طلعت على الميزانة لقيت وزنك 60 كيلو، لما الارض تزيد حجمها للضعف هتطلع على الميزانة تلاقي وزنك 120 كيلو عشان الجاذبية زادت، فكده انت هتمشي هتلاقي في قوة ضغط عليك للأسفل. بس برضو الانسان هيتكيف والساق هتقوى اكتر علشان تتكيف في الظروف دي، وبرضو الحيوانات مش هتتأثر، بس النبات اللي هيتأثر اكتر. النبات بيتأثر بقوتين، القوة الاولى اللي هي قوة الشد الاسفل اللي هي جذور، والقوه الثانيه اللي هي قوه الشد الاعلى اللي هو التمثيل الغذائي البناء الضوئي. فلما يصبح حجم الارض الضعف مره واحده النبات كله هينضغط فهينكسر، فكل النباتات هتنكسر. بس ارجع اقولك برضو النباتات برضو هتتكيف، وبدل ما هتبقى الاشجار طويله خالص هتبقى اشجار قصيره عشان تتكيف بالضغط الواقع عليها. بس المصيبه الاكتر بقى اللي هيكون في ضغط على اللب الارض الداخلي زياده، فكده هيكون في عدد اكبر من البراكين، فكده هيكون الارض متهدده من جميع المناطق بالبراكين، وهتصبح الارض مكان للخوف والقلق، مش هيكون في مكان صالح للمعيشه. كمان القمر لما بيدور حول الارض في مدارات محدده بيكون بسبب الجاذبيه، فلما الارض يزيد حجمها للضعف فالجاذبيه تزيد للضعف، فكده القمر هيحصل له سيناريو من اتنين. السيناريو الاولي هيتفتت خالص ويعمل حلقه حوالين الارض زي كوكب زحل كده. السيناريو الثاني للقمر هيقرب من الارض ومش هيتفتت، فهيكون هيبان لنا في السماء بحجم اكبر.